مرحبا وياكم احمد من قناه البستان العربي. اليوم عندنا صنف طبعا من الاصناف الاوليه اللي كانت عندي بدايه تجميع اصناف التين قبل 4 سنوات. هذه شجره زرعتها بالارض، بعدين ماتت، بعدين طلعت الجذور، وبعدين الجذور دفعت اغصان جديده السنه الماضيه وخليتها بالاصيص بالبيت الزجاجي، وهذه السنه ما شاء الله يعني نمت جيد. هنا عندنا هذه التينه اجى عضها السنجاب، بعدين اجى عليها النمل، بس عندنا فاكهتين نضوجهم اقل من هذه مع الاسف، يعني هذه كانت ناضجه اكثر، فراح نشيلهم ونشوف طعمهم. المفروض هذول ينضجون اكثر. هذا الصنف مميز جدا، مميز من برنامج التربيه من البذور من جامعه لويزيانا. هذا LSU تايجر. فنشيل هذه ايضا. شكلهم حلو، بيها هذا اللون الخضار والارجواني، يعني شكلهم مميز. طبعا هذه الام كانت سليست، فلقحوا تين سليست وبعدين زرعوا بذور وانتجت اصناف كثيره، بس اختاروا من هذا الصنف وصدروا للاسواق، ولانه السنجاب دمر كثير تين مثل ما تشوفون شلون هنا تعرض التين. فراح نحاول نسوي فيديو عن صنف اخر في نفس الوقت. هنا عندي هذه ايضا عضها السنجاب وجا عليها النمل. هذه فصلرز، احتمال نشيلها نقصها نشوف داخلها. هذه سترابري فيرتي عضها السنجاب. عندنا هذا الصنف البرتغالي ساو ميغيل روكسو، راح نشيلها ونسوي فيديو الاثنين هم. شوفوا هنا عندنا بروتو فيجو، بروتو سنجاب يجي هنا اكلها. دمار يومية القى اكثر من 10 فاكهات بالاكياس. طبعا اتعب اطلع هنا البعوض يمص دمي، هو اتعب اخلي هذه الاكياس والنتيجة يجي السنجاب يعضها من خلف، يعني يعضها من خلف الكيس ويجي عليها النمل، وما اقدر اقولها لانه السنجاب مثل الجرد يحمل امراض. فهذول لسه موعدنا نقصهم ونشوف طعمهم. هنا عندنا هذا الصنف البرتغالي ساو ميغيل روكسو، نشوف وزنها 37. طبعا احيانا ينتج ثمار صغيرة، احتمال 20، يمكن هذه اول مرة اشوفها يعني بهذا الوزن 37. هذا شكلها يكون جدا احمر بالداخل، يعني بهاي الصبغة الحمراء، من الاصناف طبعا الجبلية ماونت اتنا، يتحمل برد وينتج مبكر. بسم الله. التين جدا طيب، بطعم توت، بس مو اي توت، بطعم توت التكي، يعني مو توت عليق او فراولة، بطعم تكي بصراحة، يعني حاد، طعم تين قوي، السكر ضايع، يعني بطعم التوت بطعم التكي السكر ضايع، بس اكيد يعني بي سكر عالي، بس جدا لذيذ بصراحة. تين من الاصناف يعني المفضلة عندي. هذا ساو ميغيل روكسو، له اسم ثاني الزورس دارك، اللي باع نفسه انطاه اسم اول شيء الزورس دارك، بعدين
ورا 3 سنوات رجع قال اني غلطت، هو نفسه سامي جراسو. نشوف ألاسيو تايجر من جامعة لويزيانا، نشوف وزنهم 33 32. بالمناسبة بقرمشة بذور هذا سامي جراسو، لحد الآن بأسناني أحس بالبذور يعني منعشة لذيذة. نشوف هذا ألاسيو تايجر، اعتقد هذا يعتبر يعني تين سكري، اتذكر قبل 3 سنوات كان تين سكر قوي وطعم القشرة بي قرفة سينمون يعني دارسين نقول بالعراقي، هذا ناضج جدا بس هذا ما ناضج جدا، عرفت اني الناضجة عضها السنجاب مع الاسف. نذوق هذه ونشوف طعمها. بسم الله، بها طعم سكر قوي مثل المي والشكر يعني عصارة السكر. القشرة بها طعم بطيخ. شوف هذا احتمال هذه ناضجة اكثر. لانه ما ناضج جدا طعمه مثل طعم البراون تركي نشتريه من السوق بصراحة، ما بي طعم تين قوي ولا بي طعم سكر قوي ولا تحس بي مربى يعني عصارة قوية ثخينة. هذا لازم ينضج يعني اقل شيء بعد 4 ايام على الشجرة حتى يكون لذيذ. مو كل الاصناف طعمها يكون قوي بمراحل يعني مبكرة بالنضج. يعني شوف هذا القشرة بيضة بعدها ما ناضجة بس جدا لذيذة. بعض الأصناف تحتاج وقت طويل على الشجرة حتى تأكلها. إذا تزرع البراون تركي بالبيت وتنتظر الفاكهة تنضج نهائيا على الشجرة يكون طعمه جدا طيب. هذا نفس الشيء بس من تشتري البراون تركي ما ناضج من الأسواق يكون طعمه يعني مثل قشرة البطيخ. على العموم هذا ألاسيو تايجر طبعا صنف جيد يعني أنا ما أقلل من قيمته، جيد للمناطق الباردة، ينتج مبكر، يتحمل برد وحجم كبير بالمناسبة، يعني أكبر من حجم تين سيلوم دارك أو بعض الأصناف الجبلية الأخرى. فهذا يعني يعني يعتبر من سلست لأن أمه سلست بس يعادل 3 فاكهات سلست حجمه كبير. إذا حبيت تشوف فيديوهات أكثر عن أصناف تين عالمية اشترك في القناة، لا تنسى حاول نشر القناة على أصدقائك. طبعا عندي بعض المنتوجات على أمازون، أنا بخلي الرابط أسفل الفيديوهات، إذا دخلت على الرابط واشتريت أنا أحصل نسبة عمولة من البائعين فراح يساعدني بشراء الأدوات اللي أستخدمها للحديقة، بشراء أصناف جديدة حتى نسوي لكم فيديوهات ننشر بها معلومات تبقى للمستقبل. الناس من تبحث عن اسم صنف تطلع عند الفيديو ويعرف معلومات مجانية. لا تنسونا من الدعاء. شكرا للمشاهدة.